لا تخجل يا زن قلي. أما صار الخط آمين؟ طيب طيب الخط آمين. المجموعة الأولى رح تقطع الطريق أثناء مرور باص لموظفين البحوث. رح تطلعوا على الباص وتقتلوا الموظفين خمسة وتنزلوها من الباص وتخفوا جثثهم ورا الشجر جنب الطريق. وبعدين بتاخذوا ثيابهم وبتلبسوها وبترجعوا على الباص وبتكملوا طريقكم باتجاه البحوث العلمية. بينما تصلوا بيكون خبير المتفجرات وقت القنبلة. لما تصلوا على الباب بتوجهوا الباص باتجاه المبنى وبتقفزوا منه لحتى ينفجر جوات المبنى. وبتستنوا تعليماتي بعد ساعتين. جهزوا حالكم. يا زن شوها؟ معقول حدا عم يلعب كاونتر سترايك؟ لا لا شو كاونتر سترايك؟ بالكاونتر ما في لا موظفين ولا خبير متفجرات ولا كل القصص. وليه؟ شو يعني؟ بابا قوم بابا. شو انفجر الرادار؟ لا بابا لا. البحوث العلمية بجوز تنفجر. شو صاير؟ انت شو عم تسوي هون؟ بابا ركز معي هلا، سمعنا حديث لمجموعة. لا شو عم تسوي فايتها غرفة النوم؟ بابا هلا المهم انه في حديث عالم عم تحكي بدها تفجر البحوث العلمية. يخرب بيت قلبك، ما صدقنا عمل الاختراع، روحتنا. بابا اسمع الحديث سجلته. المجموعة الأولى رح تقطع الطريق أثناء مرور باص لموظفين البحوث. رح تطلعوا على الباص وبتقتلوا الموظفين خمسة وتنزلوها من الباص وبتخفوا جثثهم ورا الشجر جنب الطريق. وبعدين بتاخذوا ثيابهم وبتلبسوها وبترجعوا على الباص وبتكملوا طريقكم باتجاه البحوث العلمية. بينما تصلوا بيكون خبير المتفجرات وقت القنبلة. لما تصلوا على الباب بتوجهوا الباص باتجاه المبنى وبتقفزوا منه لحتى ينفجر المبنى. وبتستنوا تعليماتي بعد ساعتين. جهزوا حالكم. بعد ساعتين ما في وقت. وينو موبايلي؟ بدك موبايلك عمو؟ ايه عمو؟ انا خبيت لك اياه مشان ما حد يلعب فيه. وين؟ الو؟ مساعد شفيق؟ انا جهاد ابو همي، عرفتني؟ الله يخليك. سيدنا بدي بلغ عن جريمة تمس بأمن الوطن. هلا فورا اجي لعندك؟ حاضر. لحظة مساعد شفيق. بابا ما فينا نحرك الرادار من محله، إذا طلعنا خارج المدى بنبطل نقدر نلقط مكالمات الإرهابيين. يا مساعد شفيق خيو صعب إنه نجي لعندك لأنه نطلع خارج المدى. يا ريت أنت يا مساعد لك عمي حاجة تلعي بقى، جيب كل عناصر الهندسة والاتصالات تعال عندي فورا، شغلة بتمس أمن الوطن، حاجة لعي.